معي ريال بقيت تعتبر اخر هجمات فريق الشمال. اربع نقاط يطمح طبعا للحصول على الثالث. برمي التماس الضغط من جانب خوسي جال الانتصار الثاني هنا في الدوري، الانتصار وحيد في ثاني جولات، وبالتالي على مدار ست جولات النادي كرة ملعوبة مرة تانية لصالح الشمال، ومرحلة التقدم للأمام عن طريق عبد العزيز المقبالي. التقدم واللاعب يوسف يتقدم، يوسف اللاعب عزيز إدريس ترجع لصالح الشمال عن طريق اللاعب جلال، يقف على الكرة ويمرر للعميري عن طريق جبهة اليمين. من قلت فيه المعجزات يا جميل، ولكن قضيت شوط او قضيت شوط جميل في الشوط الاول. جميل قضى شوط جميل في الشوط الاول، ولكن يطلع مهدي صالح اللاعب ولكن الكره شايفين عاجبنا قوي، عاجبني. بص متميز وعلى مستوى عالي، بيغلب عليه اللعب المهاري. هتلاقي لاعب متميز جدا كاشف الملعب، ولكن عنده مهاره المراوغه عاليه جدا. لاعب متميز خاصه في لفريد بانكا. فريد يغير او يلعب كره في المنتصف، وجلال يتقدم. شايفين مفيش قدام حلول في ظل تضييق المساحات امام لاعبي الشمال. ايه الكره مقطوعه لصالح الشمال. شايفين بقى الكثافه العدديه في منطقه الوسط، ولكن هجمه عنتريه من جانب الشمال. مره ثانيه محاولات للمرور مقطوعه من ميدو. الخبره تكسب الشجاعه، خبره ميدو 37 سنه، وبالتالي يستطيع انه يقطع الكره بشكل مثالي وتصبح وفاول لصالح الشمال. والانذار، انذار هنشوف هو التدخل القوي.
كده بقى يبدا فريق معيضر يقود ويخوض هجمات من جديد، والملعب يفتح بعد الشيء، هو يعني سجل الهدف وتراجع بعد الشيء. صاحب الهدف الوحيد اللاعب عبد العزيز مبالي المره الثانيه، محاولات بالجانب الشمال يستطيع يخطف هدف مره ثانيه عشان بونج، ولكن فين ترجع المطالبات محمد فؤاد عمر بلمسه كده. السجل الخالي من الزائر، كل الأندية نازمت الوكرة بهزيمتين، معيضر بثلاثة زائم. كرة ملعوبة في وسط الملعب عن طريق اللاعب نيكاندرو اللاعب الهولندي، كرة أرضية ولكن يطلع الدفاع يشتت الدفاع، شايفين الهجمات، محاولة للهجمة المرتدة والسريعة في وسط الملعب عن طريق عبد العزيز المقبالي، تصل في النهاية لخوسيه جالان اللاعب الاسباني المحترف في صفوف الشمال. خدوا بالكم انا بقالي كتير ولكن يطلعها الدفاع، يطلعها عبد العزيز حميد المقبالي، وبدايه عن طريق عمر او اللاعب يطلعها اللاعب عمر العاجي، تصل في النهايه لعزيز ادريس. عزيز ادريس كره ملعوبه من جلال، ملعوبه والتقدم مره ثانيه شمبونج ما يقدرش يسدد على كورته. حلوه حلوه والله، حب ياخدها على الطاير اللاعب جوسا جالان اللاعب الاسباني المحترف. فين يا جالان؟ علامه الاوكي، عاوز يطلعها العريري او اللاعب عفوا العميري، وكره لصالح الشمال والضغط كمان ضربه الحره هيدفع داخل منطقه ال 18، كره مرفوعه عرضيه مره ثانيه، محاولات اشيمبونج يقف يكعب الكره في رجله. فوزين اثنين وبخساره والشمال في المركز الرابع. والبرازيلي ايريك، البرازيلي ايريك دي اوليفيرا، تمريره وحشه جدا مقطوعه. Yeah.
لموسى العلاج والتمرير بدون عنوان، والله تصل في النهايه الحظ يخدمهم فريق الشمال، تصل لجلان كره مرفوعه مره ثانيه والمحاولات من هاشم بوم معيضر في وسط الملعب، احمد سليم حجاج الكره مقطوعه ترجع لصالح الشباب، غندوي يحاول من خلال طبعا الاطراف ومن خلال انطلاقات طول باسي يسمى عبد العزيز ويكرم ادريس من جديد، جوسا جران يغير اتجاه الكره في الجهه، الشباب بامكانه ان يعدل الكفه من هجمه واحده فقط، عذاري من تضيع الكره توصلت المحترف في صفوف فريق الشمال، كرة ملعوبة سوء التبرير، التجاد صوب الكرة، اي نعم هو تقدم عليه وكان اسرع مني لكن اللمسة جلال اللاعب الشمال اهوت واولى الهجمات للسلبي بلا اهداف ليقتسم الفريقين نقاط المباراة وتصبح